بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. عقيدة الإسلام في سيدنا عيسى عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل، وحصر الله فيه صفة النبوة ونفى صفة أي نوع من أنواع الألوهية، سواء أكان هو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله أو هو الله أو غير ذلك من العقائد الفاسدة التي جاء الإسلام لينبه العالمين جميعا على فسادها. آمن من آمن وكفر من كفر. ما المسيح ابن مريم؟ المسيح يعني الملك، والعرب تسميه عيسى، أما كلمة يسوع فلا تسميه به العرب. وكلمة يسوع يبدو أنها تعني ابن الله، ولذلك لا تجد في القرآن كلمة يسوع، إنما فيه كلمة عيسى وكلمة المسيح. والمسيح في لغة السريان يعني الملك. إلا رسول، ما إلا يبقى أسلوب إيه؟ قصر، يعني قصر أن صفته الأساسية هي الرسالة، ومعنى هذا أنه نفى عنه غير ذلك من الدعاوي. قد خلت من قبله الرسل، فهو في صف الرسل، رسول من الرسل. أرسل الله آدم وأرسل نوح وأرسل إبراهيم وأرسل سليمان وقبله داود وموسى وهارون، أرسل الرسل، وعيسى رسول من الرسل. هذه هي عقيدة المسلمين في سيدنا عيسى. تكلم اليهود كلاما قبيحا في سيدة نساء العالمين، في السيدة مريم. وهنا يقرر ربنا عقيدة المسلمين في السيدة مريم فيقول: وأمه صديقة. وكلمة صديقة فتن بها المسلمون وأحبوها عبر التاريخ، فكانوا يتبركون بتسمية بناتهم مريم وبتسمية بناتهم صديقة من أجل مريم وأمه صديقة. والصديقية مرتبة هي أعلى المراتب في البشر المعتاد الذي لم يوحى إليه، فالصديق هو أعلى مراتب الولاية لله، والصديقة أعلى مراتب الولاية لله. فمن وصل إلى الصديقية فقد وصل إلى الكمال، فهو مثال كامل حتى ولو لم يكن نبيا. واختلف المسلمون في نبوة مريم، هل هي نبية وهل يجوز أن يكون من النساء نبية؟ والجمهور يرى أن الذكورة شرط
من شروط الرسالة، لكن ذلك ليس محل اتفاق، بل إنه محل خلاف بين علماء المسلمين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما قال إلا رجالا كأنه حصر الرسالة والنبوة في الرجال دون النساء. ولذلك في بدء الأمالي، وهو نظم في العقيدة، يقول: وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا وشخصا ذا فعال. فنفى النبوة عن النساء. أما القلة من العلماء الذين أجازوا أن تكون النبوة في النساء من علماء المسلمين، فاستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية زوجة فرعون، وفاطمة، وخديجة. وقالوا: الاقتران ليس بحجة، يعني بعض هؤلاء يكونوا أنبياء وبعضهن لا يكن من الأنبياء، لأن الاقتران ليس بحجة. فقد قال خمس من الفطرة: نتف الإبط والاستحداد والختان وقص الشارب، وبعض هذا مندوب وبعضه واجب، فالاقتران ليس بحج. وقال تعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل واجب والإحسان مندوب إليه، وهو في سياق واحد. فعندما يأتي السياق لا يدل ذلك أن الجميع يأخذ حكما واحدا، وهذا هو معنى أن الاقتران، يعني سياق الكلام في مقام واحد، ليس بحجة لأن تعطي الأحكام لكل بند من البنود. يبقى إذن هذا دليلهم من السنة. وذهبوا إلى أن مريم كما ثبت ذلك عليها السلام في سورة مريم كلمتها الملائكة فتمثل لها بشرا سويا، وكلمتها الملائكة كما في آل عمران ومرت معنا، وكذلك أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى وحيه. فرد الأولون على أن الحديث ليس فيه دلالة، بل إن الراجح أن الاقتران حجة إلا بدليل مستقل، وأنه لما ذكر خديجة وفاطمة عليهن السلام فإن ذلك يدل على عدم سريان النبوة لامرأة فرعون وللسيدة الشريفة الصديقة مريم. وكذلك فإن الوحي له أنواع، منه وحي كوني ووحي شرعي، والذي حدث لأم موسى ولسيدة نساء العالمين مريم هو الوحي الكوني لا الوحي الشرعي. وعلى كل حال الجدال كثير، والحاصل
أن بعض العلماء أثبت النبوة للنساء، وأن جماهير العلماء تشترط الذكورة في الرسالة. وعلى كل حال، سواء أكانت مريم عليها السلام في زمرة الأنبياء أو كانت في زمرة الصديقين، فهي عالية القدر عند ربنا، وهي من النساء عاليات القدر في التاريخ البشري، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وعد فيهن مريم، فهي عالية القدر عند ربنا. وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. وهذا من أسلوب البليغ الحكيم، أنه يعطي لك ما يفتح به آفاقا كثيرة. كانا يأكلان الطعام، إذن فهم في حاجة، يحتاجون إلى الطعام، ولو كانوا آلهة ما احتاجوا إلى الطعام. فالله لا يأكل ولا يشرب، وما دام قد حكم الله عليهم بهذا الاحتياج فهم من المخلوقات. وكذلك إذا كنت آكل الطعام فإن الله خلقني بهيئة أخرج هذا الطعام من الفضلات، وهذه حالة نقص لا حالة كمال، ولذلك لا توجد في الجنة، بل إن أكل أهل الجنة يخرج عليهم رشحا بالعرق ويكون أطيب من ريح المسك. فإذا كان الأمر كذلك فأشار الله إلى نقصهما دون أن يتعرض للكلمة من أجل إثبات علوهما في البشرية. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.